الخير. اهلا بحبي. جاهز؟ جاهز جبت مصاري انت؟ هيكو بس يا جي اسير وانت؟ هيكو. قول الله. مرحبا يا اختي. اهلا. الله يعطيك العافيه. صباح الخير. العافية. صباحك نادي ان شاء الله. شوفيني ابو احمد اذا هون قولي له انه الشباب اجوا امورهم مشكله الساعه 24 بس مشان نقرا الفاتحه. زكات عيونك. يعطيك العافيه يا اخي. عن اذنك دقيقه واحده بس. زك باي. خذي راحتك. احمد. امي. يا احمد. قوم امي قوم. اجاك خطابين لاختك رندا. قوم. قوم لشوف ابوك راح الجامع وما في حدا. قوم. قوم قوم بدهم يقروا الفاتحة. قوم الجماعة واقفين برا على الباب. قد ايه الساعة؟ 6 الصبح. يلا قوم 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 قبل ما يمشوا. قوم. تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. شو ابو احمد مو هون؟ لا والله. السلام عليكم. بعرفك استاذ محلين ابن خالتي وحبيب قلبي ومعي بالورشة. شغلة زي كذا. بركي ابن خالتي. يخلي لي اياك. استاذ نزير. اهلا وسهلا. تفضلوا. والله الوالد لسه ما اجى من الصلاه وانتم يعني عدم مؤاخذه مبكرين شوي. ايه والله معك حق مبكرين شوي بس نحن ما ندفع الربون وراسا بدنا نقدح النمر. نمرك وحده سهل امرك. شوي اللي بدك نمرك. نبي نايم بالطول. طالع صلي على النبي. شباب الوالد ما قالكم انه بده يبيع على الهون دايق؟ ما عم بفهم عليكم. انو هون دايق؟ ليش انتم مو جايين مشان موضوع خطبه؟ خطبه شو ما؟ لك يا اخي نحن جايين مشان نحمل هون دايق، مو هون بيت ابو احمد لهالشيء؟ لا هون بيت ابو احمد لمسوتي. لمسوتي؟ لك ليش فتح طول اول بالك نزول. صلي على النبي. طول مشي. هي يا ما سلام الله عليها عروس. هي لك اشوف يا رب يا رب. خدك مجال طير العقل. طب ما فرقت شلون؟ بتجنن بارح فحصتها. انا فحصتها بالسوق. محرك بكره. يلا انو بيته؟ تعال ندق على اثنين نشوف. انت دق على هذا. يلا تعال منكم فتحوا. يلا مرحبا عمو. يعطيك العافية. يعطيك العافية. هون بيت ابو احمد؟ ايه هون. ايه بس فوت قول له انه نحن جايين مشان نشتري هونداي هي. ايه حاضر. وقول له كمان انه نحن اثنين خاطبين، انا خاطب اخته وهو خاطب اختي، مشان ما يفهمنا غلط. الله يخليك. شو هالحيوانة هي؟ شو خاطب اخته ما خاطب اخته؟ والله مو راكبة. شو دخلوا الزلمة بالقصة هي؟ هلا هي حيوانة ما شفت شو سمعنا قبل شوي؟ اه ايوه ايوه حيوانة. اهلا وسهلا بالشباب. شرفوا. اهلا وسهلا. تفضلوا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. يلا 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 يلا. تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ساولنا قهوه. اهلا وسهلا. اهلا عمي ابو احمد. ما شاء الله ما تاخذنا مصارينا ما كانوا جاهزين بس امبارح بالليل الحمد لله كملوا كل شيء تمام التمام. ما هيك؟ اخي بصراحه العباره انتم تاخرتوا علي وانا شفت جماعه غيركم واخذت منه رعبو. شو يعني؟ يعني والله هذا اللي صار. لا يا عمي ابو احمد لا صار لنا اربع ايام عم نلاطش نقرني حتى تدبرنا المصاري. ساعتين على بعض ابو نايمين نحن. اخي يعني بصراحه العباره انتم تدللتوا علي. ساعدتوا لي حلوه وساعدتوا لي مو حلوه. بعدين انتوا يا اخي ما حسستوني انكم رغبانين على الهونداي. والله ما قصدنا هيك. رحنا يعني بس كثير عجبتنا الهونداي اللي احنا عجبتنا طاير عنا فيها بس هذا اصول البيع والشراء اللي احنا عم نحكي انه مو مهتمين مشان ما يكبر راسك عمي ابو احمد. هيك الاصول. كثير حابين الهونداي. بعدين نحن جماعه درويش يا عمي ابو احمد. نحن بدنا الهونداي مشان نسترزق بقيمتين حلوين مو اكثر من هيك. يا اخي والله اللي شايفه درويش ومعترين. ونحن هي ونحن كمان درويش كمان كل حارتنا درويش. الله وكيلك. وبكونوا عم يستنونا هلا انه رايحين نجيب الهونداي. علي الطلاق ما بنرجع غير ناخذ الهونداي.